ولأحمد عن المطلب بن حنطب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يزيدون إذا نقص الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الحديث في الغرباء في آخر الزمان، والغريب هو الذي يعيش مع غير جنسه. الغريب هو الذي يعيش مع غير جنسه، فالصالحون في آخر الزمان يعيشون مع غير جنسه، لذلك صاروا غرباء. جاء في تفسيرهم كما سبق: الذين يصلحون إذا فسد الناس، هؤلاء هم غرباء. وجاء: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس. وجاء في هذا الحديث: الذين يزيدون إذا نقص الناس، يعني تمسكون بالدين إذا الناس نقصوا من الدين، هم ما ينقصون دينهم، تمسكون به. وكل الروايات لا تختلف، يجمعون هذه الأوصاف، الغرباء يجمعون هذه الأوصاف. نعم. قال: وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. من سنتي، هذا فيه تفسير ما أفسد الناس من إيش؟ من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يبينون السنة، إذا جهلها الناس أو تساهلوا فيها يبينونها للناس. نعم، يعني يحتفظون بالسنة. نعم. قال الأوزاعي في معنى الحديث: أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. الأوزاعي أحد الأئمة الكبار من أهل الشام رحمه الله، يفسر هذا الحديث فيقول: الغرباء هم الذين يتمسكون بالسنة، يتمسكون بالسنة إذا تركها الناس، حتى ولو لم يكن في البلد إلا واحد فهو أهل السنة وهو الغريب. يقول: والله بصير مع الناس أنا منعزل عن، لا، أصبر، تمسك بالسنة واصبر ولو كنت وحدك، أنت الجماعة وأنت أهل السنة. نعم.